So name, where is it now? No. خلاص. Server. 740. رقم اللوحة والرصيد. هذه الشريحة. الآن حاطط عليها لصق أو حاط عليها شطرطون وهذا ستيكر عشان يعرف العامل. أنا ما كملت التغطية عموما جاتني رسائل كثيرة تقول إيش فائدة الشريحة وإيش نظام واعي. خلينا نشوف الفيديو اللي هم سووه. السلام عليكم، أبي كروت بنزين لهند ب10,000 ريال، ما أبي أروح وأجي أكثر من مرة لين آخر الشهر. ليه تروح وتجي طال عمرك وانت تقدر ترتاح من الكروت والفواتير للأبد؟ ايش تقصد؟ التكنولوجيا توفر عليك وقتك وجهدك وتزين لك الأمور مع شركة الدريس. كيف يا أخي؟ طال عمرك واعي هو الحل، ولا تحتاج ترجع تشتري كروت بعد اليوم. من جد؟ اي والله، وتركيبه سهل وما ياخذ وقت. تفضل معاي أعرفك على مميزات النظام. وش واعي؟ وش يصلح؟ واعي هو نظام إلكتروني بنثبت لك شريحة على غطى البنزين، تصير تشحن الشريحة بأكثر من طريقة وما يحتاج يجي هنا. من النت تقدر تعرف كم عبيت ومتى، وما يحتاج تعطي السواق فلوس ولا كروت مسبقة الدفع. وإذا جيت تعبي اجلس مرتاح في سيارة ولا تفكر بشيء. وانت كمان ما تحتاج تضيع وقت وتقدر توفر اكثر مع واعي. واعي هو النظام الالكتروني لتزويد المركبات بالوقود دون الحاجة الى حمل النقود او الفواتير او الرسائل مسبقة الدفع. كل ما تحتاج اليه هو شريحة واعي اذا اردت توفير الوقت والجهد والمال. وهذه الخدمة متوفرة لدى جميع محطات الدريس في المملكة. للاشتراك اتصل الآن. فسألوني إيش الفائدة؟ فائدة الشريحة هذه أو الـ RFID Radio Frequency Identification، فائدتها إنه أنت لما تركبها بعد كده، إذا كان خاصة إذا كان عندك سواق بيعبي السيارة بنزين، يعني تقل حكاية التلاعب حق السواقين وإنه يروح ويطلع فواتير على كيفه من أصحابه حقون المحطات ويجي يقول لك والله عبيت. فهذه لا، هذه الخدمة بعد كذا أنت كل ما تيجي تعبي من محطات الدريس بيتعرف الجهاز على طول على الشريحة ويعرف كم الرصيد اللي فيها، وكذلك يعبي ويرسل لك على طول SMS مسج، رسالة نصية فيها أنت عبيت بكم. وكذلك تقدر تدخل على الموقع حقهم وتشوف تعبئتك ورصيدك المتبقى. على الرغم من ان هذه الطريقة حتخلي الواحد ما يعبي سيارته الا من محطات الدريس، لكن للأسف الشديد الشريحة تدفع عليها 150 ريال مرة واحدة، وبعد كده بتدفع قيمة تعبئتك للبنزين طبعا بنظام الدفع المسبق. فبعد كده من الرصيد اللي انت عبيته يتم خصم الرصيد كل مرة يصير في عملية تعبئة للبنزين. الإشكالية الثانية إنه حاليا مو مفعل عندهم نظام تعبئة الرصيد إلكترونيا عن طريق الموقع إلا بطريقة ملفوفة شوية، فتعبيها على الموقع وبعد كذا ترسل سكرين شوت للإيميل هذا وتخبرهم فيه، وبعد كذا يعني بعدها يتعبى عندك الرصيد ويبان عندك في الموقع كم باقي في رصيدك. ان شاء الله نكون افدناكم، وحنشوف نجرب مع الايام كيف هل الخدمة هذه فعلا ممتازة ولا كلام.